السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، ومع الدرس الثاني في تفسير القرآن الكريم وعلومه. وإن شاء الله أبنائي سنقرأ عليكم سورة الإنسان، ونقرأ تفسيرها ومعاني كلماته. فهيا أبنائي الأعزاء معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. عدنا إليكم أيها الأعزاء طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، ونوضح لكم. تنقسم سورة الإنسان إلى عدة محاور، هي: المحور الأول خلق الإنسان وقدرته على الاختيار، وذلك في الآيات الآتية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق الله العظيم. إذن أبنائي الأعزاء، هذه الآيات من الآية 1 إلى الآية 4. تعالوا نوضح معاني الكلمات أولا أبنائي الأعزاء في هذه الآية أو الآيات.
الأمشاج. ما هي الأمشاج أبنائي الأعزاء؟ الأمشاج أبنائي الأعزاء كما جاءت في الصورة أخلاط ممتزجة، أخلاط ممتزجة. نبتليه نختبره، إن هديناه السبيل بينا له طريق الهداية والضلال. وأغلالا، أغلال اللي هي القيود، سعيرا نارا مشتعلة. تفسير الآيات الكريمة، تبدأ السورة ببيان كيف خلق الله تعالى الإنسان من نطفة ثم أصبحت النطفة لحما وعظاما، ثم زوده الله جل وعلا بالسمع والبصر ليعينه على دوره في عمارة الأرض، وليهتدي إلى الطريق الذي يختاره، فيكون إما مؤمنا بالله وشاكرا لنعمه، اللهم اجعلنا من المؤمنين الشاكرين يا رب العالمين، أو كافرا والعياذ بالله أبنائي الأعزاء، غير مؤمن به وغير شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى عز وجل. ثم يبين الله سبحانه وتعالى ما أعده للكافرين عاقبة لكفرهم بالله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى المحور الثاني، صفات المؤمنين الأبرار، وهي في الآيات من 5 إلى 10. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله العظيم. معاني الآيات ومعاني الكلمات أبنائي، أولا قبل معاني الآيات وشرح الآيات، يوفون بالنذر يفعلون ما أوجبوه على أنفسهم من طاعات، مستطيرة منتشرة، قنطريرة. كلمة قنطريرة أبنائي الأعزاء تعني صعبا وشديدا، هذه معاني الكلمات الصعبة أبنائي في الآيات. وبالنسبة لشرح الآيات أبنائي الأعزاء، يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات صفات المؤمنين الأبرار وما ينتظرهم من أنواع النعيم في الجنة وأسباب استحقاقهم هذا النعيم، ومنها الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر، يوفون بما وعدوا الله به من طاعات وما أوجبوه على أنفسهم من عبادته جل وعلا وحسن معاملة الخلق وعمارة الأرض. 2، دوام فعل الخير، مساعدة المحتاج سواء أكان هذا المحتاج مسكينا أم يتيما أم أسيرا. الإخلاص، فعل الخير ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى عز وجل. الخوف من يوم القيامة، فهم يلتزمون بطاعات الله تعالى ويفعلون الخير محبة له وخوفا منه سبحانه واستعدادا منه لحساب يوم القيامة، لعل الله عز وجل يرحمهم في هذا اليوم الصعب الشديد. فالخوف صفة حميدة إذا كانت متزنة للبعد عن التقصير في العبادة. المحور الثالث، ألوان نعيم الأبرار في الجنة. والآن ننتقل إلى نعيم الأبرار في الجنة أبنائي الأعزاء، فنقرأ الآيات من 11 إلى 18. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم
بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. ننتقل الآن إلى معاني الكلمات في الآيات الكريمة. فوقاهم الله فحماهم ودفع عنهم ولقاهم أعطاهم زمهريرا بردا شديدا ودانية عليهم ظلالها ظلال الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار فهي مطلة عليهم. والآن مع شرح الآيات. تبين هذه الآيات رحمة الله أو رحمة الله تعالى بالمؤمنين يوم القيامة وحمايتهم من أهوال ذلك اليوم جزاء على صبرهم على الطاعة وبعدهم عن المعصية وكرمهم في العطاء للمحتاج وأعطاهم نعيما دائما في الجنة. ومن ألوان هذا النعيم أنهم يجلسون في الجنة مستريحين على الأرائك الناعمة يتمتعون بالجو الجميل فلا يكون فيها شمس حارقة ولا برد شديد وتظلهم أشجار الجنة وتنزل لهم ثمار هذه الأشجار فيأخذونها بأيديهم ويشربون فيها شرابا طيبا ممزوجا بالزنجبيل بكؤوس مصنوعة من الفضة من عين الجنة تسمى سلسبيلا. اللهم اجعلنا ووالدينا ووالديكم أيها الأعزاء ممن ينعم عليهم الله سبحانه وتعالى في الجنة إن شاء الله. وبهذه الطريقة أبنائي الأعزاء هكون وضحت لكم قراءة وتلاوة سورة الإنسان ووضحت لكم معانيها ووضحت لكم تفسير الذي ورد في الكتاب عنها. وانتظروني في الدرس القادم أيها الأعزاء، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون الدرس الثالث من علامات ضبط المصحف إن شاء الله. أستودعكم الله حتى ألقاكم في هذا الدرس. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو جزاكم الله خير الجزاء حتى ينتشر هذا الفيديو إن شاء الله.